أقصد بالفترات أو المراحل الحساسة في التدريب الرياضي. الفترات الحساسة هي نوافذ فسيولوجية تسمح للمدربين والمعلمين بتطوير قدرات البدنية في أفضل فترة يتقبلها الجسم، وتعود قابلية التدريب خلال المراحل الحساسة للاستجابات للمحفزات التدريبية خلال مراحل النمو والتطور. ويمكن تدريب البرامج الفسيولوجية، ونقصد برامج الفسيولوجية اللي تعطي انعكاسات عضلية عصبية في كل الأعمار، ولكن المراحل الحساسة تكون الاستجابة بشكل أفضل. وتعتمد المراحل الحساسة على التأقلم المتسارع في أثر التدريب، واللي تحدث عادة في مرحلة ما قبل البلوغ. يعني الأطفال هم الأفضل في تنمية المهارات الحركية والبدنية الأساسية، ويعتبر سن من 9 إلى 12 عام للأولاد، 8 إلى 11 سنة للبنات هي المرحلة الأفضل للتبني والاستفادة من التدريبات المهارية بشكل شامل، بما يعني بأن هذه المرحلة هي أفضل المراحل في النمو والتطور للاستيعاب من خلال النوافذ اللي قلنا عن النوافذ الفسيولوجية التي تسمح باستيعاب وتقبل التدريب والاستفادة من التدريب وانعكاساتها. ويجب أن يقاس لها بالعمر البيولوجي والعمر الافتراضي. نقصد بالعمر البيولوجي هو العمر الخاص بتكلس العظام وأيضاً ناحية النمو الداخلية، والعمر التقويمي هو العمر الزمني الموجود في شهادات الميلاد. تعتمد قابلية التدريب للسرعة والمرونة على العمر التقويمي. كل البحوث الباقي للقدرات البدنية تنبني على العمر البيولوجي. بخلاصة، المراحل الحساسة متى ما وظفناها لصالح التدريب تصبح الاستفادة مضاعفة، وقد تكون هي الاستفادة القصوى في حياة اللاعب في المستقبل للاستفادة الشاملة من هذه المراحل الحساسة. يعرف المدربين، يعرف الفنيين أهمية هذه المراحل، ويجب الاستفادة بها من خلال توظيف العلم في الجانب الفني.